رمضان صبحي متابعه، رأيك ايه في أداء رمضان صبحي الفترة؟ مختفي شوية، مختفي. كان عنده إصابة وبعدين رجع وبعدين، بس مختفي شوية. هل رمضان مستواه تأثر بعد أنا الرحيل؟ شايفك عامل لسه هو مش موجود في ماتش المصري. ما عنده إجهاد، بس انا بتكلم حتى لو بيشارك يا كابتن ضياء، هل انت بتشوف ان رمضان هو ده المستوى لا بتاعه؟ عنده مردود أعلى من كده بكتير. ايه اسباب ان المردود ده ما بيظهرش، اللي هو المردود المتوقع من واحد باسم رمضان صبحي؟ بعتقد العوامل المحفزة قليلة في بيراميدز. بيرنت. ده السبب الرئيسي. طبعا في تريحة شوية، خسر برحيله ما عن فيش النادي الاهلي ضغط يا كابتن جمهور. ضغط الجمهور ده رهيب، ضغط الجمهور ده، وان حد بيشجعك وتروح له وتشيل الفانيلا وتعمل، دي حاجة جميلة. بتفرق مع اللعيبة اللي فيها، لعيبة تنقي الفرق اللي ليها جمهور وتروح. بتشوف ان هو تأثر برحيله من الاهلي؟ طبعا الجمهور بيفرق، الجمهور والدعم والحاجات دي كلها بتفرق طبعا. طبعا خسارة جزء كبير فيها يعني. هل هو محتاج الجمهور فبالتالي أي يروح الزمالك؟ لعيب كورة محتاج الجمهور. انا سمعت تصريح برضو الكابتن احمد سليمان عضو مجلس الاداره في نادي الزمالك، قال لك نفسي اجيب رمضان صبحي. هل يروح رمضان صبحي الزمالك؟ دي تبقى حاجه مفيده لو عايز للاعب يروح نفسه. يروح رمضان. انا بتكلم عشان مستواه يرجع من وجهه نظر كابتن ديه، هل هو محتاج الجمهور فيروح الزمالك؟ انا ما اعرفش حسبته ايه، ممكن يكون هو حاسس ان هو مستواه عالي. دي تبقى نقطه تانيه. حسب حسبته هو، لان هو هيروح هيضحي بجزء من الاموال يعني. اكيد. طيب، من ساعة ما كيروش والجهاز الفني وكابتن ضياء استبعد قفشة وشريف، تمام. ودايما الناس رابطة ان في بعض الاوقات لما بيبقى قفشة بعيد عن مستواه او شريف فاقد هيقول لك للثقة، هم دول السبب. هم دول السبب، انتوا افقدتوا اللعيبة بتاعت النادي الاهلي الثقة، والاتنين كانوا مكسرين الدنيا بس وجايين، هو في المعسكر اللي بعديه جم يعني. بس ما استمروش مع المنتخب. بص انت لازم كل واحد يعمل اللي عليه، لازم كل بمعنى واحد ايه يعمل يعني؟ اللي عليه. الجمهور بيحب اللعيب بتاعه، ماشي، لعيب ناديه. صح. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يكون دايما طول الوقت في اعلى تألق مستويات. في اعلى مستوياته. ماشي، بس الموضوع بسيط. بس كده. بعيد عن الانتماءات. هما ما كانوش في اعلى مستوياتهم؟ لا كان شريف هداف الدوري، كان في قفشه الوقت، لسه جايب في افريقيا مع الوقت الاهلي. ده كانت الامور نازله، لكن بعد كده جم لما عليوا جم. فالامور سهله سهله. يعني الناس كانت بتتكلم فيه ان هو اصلا مفيش قناعه من جهاز فني منتخب مصر بيهم. ما فيش حاجه اسمها كده. ما هو نفس الكلام يعني، كلها حاجات فنيه خد بالك. واول ما تروح للحاجات الفنيه ما تقدرش تتخانق مع المدربين. صح، طبعا طبعا انسى. طبعا. اول ما تروح للحاجات الفنيه خلاص دي قناعات، ما تقدرش تتخانق مع المدربين فيها. ودي بتحصل مع كل المدربين، مع فيتوريا ومع كولر ومع اوسيريو ومع كل الناس يعني. هي قناعات، بيبقى شايف حاجات يقول لك عليها، ما خلاص ما تقدرش تناقشوا ما فيها. تقدرش تناقشوا فيها. واجبات معينة لا مثلا. بتناقشوا بتناقشوا، بس هو بيبقى شايف رأيه. انا شايف امير مش شايف ضيه مفهوم مفهوم. في البوزيشن ده.